بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تخفون. وبعد الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه، ونصلي ونسلم على أول خلق الله وخير خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، ما زلت متواصل مع حضراتكم في برنامجكم بين الشريعة والقانون. هذا البرنامج الذي يتناول أمورك في تعاملاتك اليومية وتصرفاتك القانونية ما بين شرع الله والقانون الوضعي. وعلى مدار تقريبا 14 حلقة بينا التوازن ما بين الشريعة وبين القانون، عشان برضو نقف على ما يرضي الله ولا نخالف القانون. وقلت لحضراتكم ان ده تحت قاعدة أصولية، انه ليس كل عدل حق، انما كل حق عدل. يعني باختصار، قد يعطيك القانون حق، وهنا القاضي طبق القانون بل وعدل، بس جايز يكون في خطأ إجرائي، في تقادم، في إهمال، فيخسر المدعي قضيته، ليست موضوعا إنما شكلا، أو في الموضوع لم تقدم المستندات، لم تقدم الأوراق، فيقضي القاضي. هنا طبق العدل لكنه لم يعطي الحق، فمن أخذ هذا الحكم يعني عليه أن يقف مع نفسه عشان يعرف تصرفه، وعشان برضو نرد على من يحرم علينا العيشة، ده حلال ده حرام، ويفتي بغير علم، القانون ده باطل، القانون ده لا يطبق شرع الله، القانون ده أمور كلها يعني بتثير الغموض في طائفة معروفة ومعروف هدفها. ومعانا أول اتصال، أستاذ ياسر من القاهرة، اتفضل أستاذ ياسر. ألو، فصل. طيب، متشكرة أستاذ ياسر ومنتظرين اتصال سعادتك. فيا إخوانا، تناولنا القوانين كلها في عموميات وفي قواعد عامة، كل القوانين التي نحكم بها وعفوا مش طبقناها، يعني وجدنا ما هو شرع منها، أو الشرع إزاي أحال إليها، أو هي إزاي كانت تطبيق للشرع. غير الدارس ما يفهمش، لأن قلنا قرآننا يصلح لكل زمان ومكان، لأنه نزل بعموميات قواعد عامة تتطور بتطور المجتمع بل وبتطور العادات والتقاليد، لذلك يصلح القرآن للتطبيق في كل زمان ومكان، فهو مش جامد. فيأتي القانون الوضعي يأخذ من الشريعة، القانون المدني زي ما قلت حضراتكم قبل كده ملخص في آية بسيطة في القرآن، يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، آية واحدة. فالكتابة على عموميتها ربنا أطلقها لأن يعلم أن الحياة تتطور، ويعلم أن أساليب الإثبات سوف تتغير، لكنه جلت قدرته يريد من العبد
شيء بين العبد وربه، فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتقي الله ربه. هو عايز كده بعيد عن الكتاب، لكن مع فساد الذمم وخراب الذمم لا، يبقى الكتابه. القانون المدني شفناه، شفنا القانون الجنائي، شفنا قانون العمل، شفنا القانون الدولي، شفنا كافه القوانين اللي نحكم بها، ولقينا لها اثر في القران بعموميات وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه اللي هي مكمله، وقاعده كبيره وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، انكم اعلم بشؤون دنياكم بما لا يحل حرام او يحلل حرام، يعني لا يحلل ولا يحرم، لان ليس هناك تحريم ولا تحليل الا بنص. النهارده تناول موضوع حيوي جدا يا اخواننا، موضوع يمسنا فعلا، بل وبنعاني منه، بل دائما ما نصب بالفساد والخراب واسباب التدهور في مجتمعاتنا، وقد يكون الامر برضو بيحمل المعنى ده. وكما وعدت حضراتكم ان برضو ارقامنا موجوده على الشاشه، عنوان المكتب ده موجود على الشاشه، لمن يريد اي امر في اي فرع من فروع القانون، اي امر، بسمع وعلى قدر ما يوفقني الله اجاوب، وعلى قدر ما استطيع ان انا احل مشكله بنحلها، والله ابتغاء مرضات الله وحبا في بلدنا العزيز. يعني قصه مش قصه قضايا، ربنا يا رب يجعلنا سبب ان احنا يعني نفرج عن مهموم، لان احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم، او تكشف عنه كربة، او تقضي عنه دينا، او تطرد عنه جوعا. ولئن امشي في حاجه اخي حتى اقضيها له خير من الاعتكاف في مسجدي هذا شهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ده حديث في معناه. بلدنا بفضل الله خلصت اول استحقاق دستوري اللي هو انتخابات مجلس الشيوخ، وتم على خير وشكر المجلس، بل وعقد اجتماعاته واولى جلساته بفضل الله. خدنا الاستحقاق الثاني في انتخابات مجلس النواب، وتمت بفضل الله، لان احنا بلد عريقه، بلد مؤسسات، البلد اللي وضعت القوانين ده من عصر الفراعنه. بذكركم دايما بعزه وفخر كونك مصري. بصلح لك معلومه اللي يقول لك ده القانون المصري اصله فرنسي، لا، ده القانون الفرنسي اللي اصله مصري. يمكن قلتها في حلقات كتيره، لكن دايما احب ان اعيد واكرر فيها، لان لما جت الحمله الفرنسيه مصر خدوا حجر رشيد، فكوا رموزه، خدوه وراحوا فرنسا، لقوا قوانين ولقوا تنظيمات وقواعد اداريه ولقوا دوله، طلعوها ترجموها، ومع الايام صدرت الينا. فيقول لك القانون المصري اخذ من الفرنسي، عفوا، لكن والله ده الفرنسي اللي اصله مصري، فبضاعتنا ردت الينا. يبقى استحقاق اخير لابد على شبابنا والناس الواعية والمحبة للبلد ومن يرى في نفسه انه يستطيع ان يخدم لوجه الله ثم حبا في وطنه فليتقدم. وقبل ان نتكلم اخذ هذا الاتصال. استاذ احمد من كفر الشيخ، تفضل استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ المستشار؟ اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. معلش انا عايز افهم النقطه اللي انا بقى السؤال اللي هطرحه عليك دهوت. اتفضل. مثلا دلوقتي واحده متجوزه ومعاها بنت مثلا، او بنت ولد او اولاد يعني، او بنتين يعني، ايا كان. طيب. هي مثلا دلوقتي الست ديت مشت في الرذيله، اخلاقها ما هيش تمام خالص مثلا، وجات اتطلقت. طبعا دلوقتي الزوج خايف على بنته، عايز ياخدها هو يربيها، لان طبعا هي اتطلقت بسبب وحش، ان هي ماشيه والعياذ بالله في الزنا. نعوذ بالله. القانون يمكنه ازاي؟
حاضر يا احمد اجاوب. هو دلوقتي خايف على بنته، لان الزوجه اللي اتطلقت مثلا ممكن يكون حد من قرايبها، العيله كلها ماشيه في نفس هذا السياق، ولكن دلوقتي هو خايف على بنته، ما يهمه في الدنيا كلها ان هو خايف على بنته. ماشي يا حبيبي، حاضر اجاوبك يا احمد، حاضر حاضر يا احمد. ماشي. اي حاجه تانية تحت امرك يا حبيبي. انت لو كنت تابعت حلقاتنا اللي فاتت كنا اتكلمنا على الكلام ده لما اتكلمنا على مسقطات الحضانه، لان هي طبعا هي ست اختارت لنفسها طريق الهلاك، ولكن برضو التوبه وده امر بينها وبين الله سبحانه وتعالى، ما حدش يعلم. سلكت هذا الطريق خلاص يعني اعوجت. فانا ارى اولا من وجهه الشرعيه يا احمد، عشان ما نفضحش الست او البنت مستقبلا يا ابني، هو القانون هيعطيه، لكن حد يتواصل معاها عشان نغلق هذا الباب تحت الستر، لان البنت تكبر وهتبقى سبة في جبينها. فحد يكلمها ان تترك البنت لابوها وفق القانون يا ابني، خلاص يثبت واقعة الزنا وبتسقط الحضانة عنها وبتروح للتالي سواء امها او خالتها، ولغاية لما كنت قلت لكم ترتيب كده في الحضانات، وهي يعني يجب ان تتقي الله وتسيب البنت لابوها. وام كريم اتفضلي. ام كريم معايا، اتفضلي. ماشي، اتفضلي يا ام كريم. ايوه اهلا وسهلا. انا ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك، الله يخليك يا رب تعيش. بقول لك يا استاذ، نعم، انا ولدي محبوس ماخذ 25 سنه. ليه؟ او في ايه؟ ان اتهموه ان هو قتل ابوه. يا ساتر رب. طيب او بعدين؟ مرت ابوه في البيت اتهمت يعني قتل ابوه. طيب وبعدين؟ واخذ 25 سنه حبس. طيب دلوقتي احنا عايزين ولد الله يبارك فيه نعرف ال 25 سنة ديات ليها عفو ولا ما ليهاش عفو. طيب حاضر. وهو وهو كريم يا ام كريم قتل ابوه فعلا؟ لا والله يا ولدي ما قرب عليه، والله دي مرت ابوه والله. طيب يا ام كريم حاضر. بالله عليك برد بطني، انا ليا 8 سنين شارب المرار والله. والله يا ام كريم لو كان قتل ابوه فعلا يعني انا مش هجاوب ولا اتكلم على عفو ولا اتكلم على لكن لو هو لا والله يا ولدي، والله والله يا ولدي ما قتلوا، احنا بتعوت ربنا. طب خلاص ماشي، انا مصدقك من انت ام برضه، ما يعني ما هو كان زوجك المقتول ده. لكن حاضر يا ام كريم، حاضر حاضر، متشكر يا ام كريم. يعني اب اتقتل يعني ايا ما كان، لكن خلاص هنتكلم على ان واحد في جريمة قتل وخد 25 سنة، طبعا كده يعني خد يعني مش اقصى عقوبة ولا حاجة، يعني خد السجن مشدد او 25 سنة. طبعا هو ممكن بيستفيد بحسن السير وحسن السلوك، وبيجي برضه في اوقات عفو طالما هو كويس والدنيا ماشية، او بيخرج بنص المدة اللي هي بعد الكلام ده كله حسب سيره وسلوكه يا ام كريم في السجن. لكن نسأل الله ان ما يكونش له يد في قتل ابوه، يعني تبقى يعني الدنيا خلصت. النهارده يا اخوانا هناخد ما بين الشريعه والقانون، قانون الاداره المحليه. قانون الاداره المحليه، نظام الاداره المحليه في مصر. طب قد يسأل سائل، ايه علاقه الاداره المحليه بالشريعه؟ ايه اللي دخل الاثنين في بعض؟ المحليات والمجالس الشعبيه المحليه وكان كله الموضوع، والله يعني العظم وخطورته بتناوله عشان حتى على الاقل ندي للمشاهد معلومه يعرف يمشي عليها، يعني يعرف ايه يعني ايه محليات، يعرف يعني ايه بلدنا منظمه اداريا ازاي. لكن علاقه المحليات بالقران او بشرع الله، في ايه بتقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فيش حاجة كلمة شيء دي في القرآن تحمل كل شيء، جماد حيوان كل حاجة، يعني ما فرطناش في أي حاجة. القرآن والسنة النبوية اتكلمت، اتكلمت عن لأن ديننا دين دولة، ديننا دين نظام، ديننا دين مؤسسات. ومعانا اتصال استاذ احمد الجندي، اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم، معالي المستشار صديقنا الدائم والحبيب، اتفضل يا استاذ احمد.
مرمى عليك يا فندم. السلام عليكم. الحمد لله. اتفضل استاذنا. اتفضل يا احمد. والله يا ريس انقل اليك سلام صديق البرنامج الدائم اخونا علاء فارس. اسال الله له الشفاء والعافيه امين يا رب, ولجموع المشاهدين والله على مستوى الدنيا ان يعني بظهر الغيب دعوه لهذا الشاب انه يشفيه الله ويعافيه ما فيه يا رب العالمين, وان ينجيه لوالدته ولاولاده. اتفضل يا احمد. اللهم امين. اتفضل. انا سؤال معلم الرئيس بعد اذن حضرتك. اتفضل. بخصوص البيروقراطيه. نعم. احنا في عصر الانترنت وفي عصر يعني التكنولوجيا وعصر التطور, ولا زال هناك من يعرقلون اداء الاداء الوظيفي في المصانع الحكوميه وغيرها. نعم. فاحنا والله عايزين مناشده الى الجهات الرقابيه والجهات الاداريه بجد, يعني الامر يعني اصبح فساد اداري لا يطاق في جميع المؤسسات وفي جميع الهيئات. فاحنا يعني مناشده يعني للساده المسؤولين ان بتكثيف الاول بس الرقابه على المؤسسات وعلى الادارات وعلى الهيئات, لان الامر اصبح يفوق الوصف. والله مع المستشار. اي يا ابني. حاضر حاضر يا احمد. الله المستعان. موضوعاتك دايما بتمس الواقع. والله يا ابني احييك واحيي نشاطك. لا زلنا نعاني من البيروقراطيه, والقياده السياسيه والقياده الاداريه في الدوله يعني بتحاول جاهده. نعم والله. لكن ما زال هناك من يريد عرقله هذا الاداء وهذا التطور. للاسف. لمصلحه للأسف. من والله لا ندري. ما تحرمش انك يا احمد, وربنا يبارك فيك يا ابني, ما تحرمش على المداخله الجميله دي يا احمد. طب بمناسبه ان احنا بنتكلم على الاداره المحليه وقانون المحليات وعلاقته بالشريعه, والاستاذ احمد دخل في موضوع برضو البيروقراطيه الاداريه وتلك المعوقات. الناس لسه شغالين بقلم الكوبيا, الدنيا بتتطور قدامهم, هو لسه واقف محلك سر. الدنيا كلها تطورت واحنا لسه واقفين. يعني من اراد مش عارف ايه فعليه بالونجز واللي مش عارف ايه, واللي يعني الكلام ده خلاص يجب يكون عهد انتهى. احنا في عهد يعني يعاقب ويتتبع الفساد. ما عادش في مجال للكلام ده. يعني عايزين نرقب انفسنا, الموظف نفسه يرقب نفسه. يعني تعفف يا اخي, ومش تقول شغلهم على قد مرتبهم. ليه قبلت؟ اي نعم قد يكون المرتب مش مكفي او الدنيا مش متظبطه, لكن تتقي الله في عملك ونرتقب انفسنا. الناس خلاص دخلت في النت ودخلوا في قصص ثانيه, واحنا لسه قاعدين. وللاسف لما جينا نطبق النت او يطبق الكمبيوتر في بعض المصالح الحكوميه, الشبكه ساقطه شبكه ساقطه شبكه ساقطه. طب هتنجح امتى الشبكه ومصالح الخلق بتتعطل في امر؟ يعني والله ما عايز اكون متجاوز اقول ان بقى احيانا مقصود ان يعطلوا مصالح الناس, لكن الدنيا بتطور حوالينا. ما يصحش ابدا يقال على مصر بعزتها وكرامتها انها عالم ثالث أو عالم متخلف, ونحن أصل الحضارة وأصل التقدم وأصل كل شيء. لكن للأسف أمثال هؤلاء اللي هم طمسوا تلك الحقيقة وأظهرونا بهذا المظهر السيء, وبالذات لما كنت بتعامل مع أي جهة وبطء. وللأسف للأسف إن ده يعني بيتنسب للدولة. خرج الموظف عنده المواطن ماقط على الدنيا بسبب شخص, لكن والله لا قيادته ولا الناس المحترمه قالوا له اعمل كده ابدا. ده امر يرجع له هو اللي عقد فيه هو. فيا رب اسال ان نتخلص من هذا الامر وان نرقب انفسنا حتى نرجع ببلادنا الى سالف عهدها. طيب بيجي يا اخواننا النهارده ما هو يعني على حد تعبيري ما هو اخطر من انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب. حاجة يا اخوانا اسمها قانون الإدارة المحلية. يا ريت معلومة نعرفها. في القرى بنتعامل مع حاجة اسمها المجلس أو الوحدة المحلية. في المدن بنتعامل مع مجلس المدينة. في مدن تانية بنتعامل مع حاجة اسمها الأحياء. إيه القصة دي؟ إيه الموضوع الأحياء والمدن ووحدات محلية ومركز مدينة أو حي ورئيس حي ورئيس مدينة والكلام إيه الكلام ده؟ الكلام ده له صدى في الدين؟ له صدى في الدين. ومعانا اتصال من ام يوسف. اتفضل يا ام يوسف من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا. ازي حضرتك يا استاذ محمود؟ أهلا. منور والله الشاشه. الله يخليك يا ام يوسف, اتفضلي. ربنا يبارك لك يا رب ويزيدك من علم ان شاء الله. تعيش يا مصطفى. حضرتك انا بس كنت عايزه, يعني انا عارفه ان انا مش هتكلم في نفس الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه, بس هما حاجتين عايزاك يا رب تعمل لهم حلقات. انا عارفه ان هما مواضيعهم كثيره. اتفضلي. أول حاجة الورث.
يعني انا عايز اعرف حق البنت من الورث من اهل باباها، من اهل باباها المتوفى ووالدتها، الارث وتم يعني ورث الارث في البيت. يعني هي مثلا ايه يعني لها ايه في البيت وتاخد حقها ازاي، حتى لو اخواتها رفضوا القانون يعمل معاها ايه؟ طب يعني في يا موسى حاله عايزه تحكيها، مثلا فرض مات ساب مين، يعني لو قولي الحاله. انا بتكلم عن نفسي حضرتك، انا ام يوسف واسمي الاستاذه صباح. اي اتفضلي. انا دلوقتي انا ليا ورث عند اخواتي من والد يعني من والد من والدك من والدي. تمام. وبعد كده انا لما طبعا انا والدي متوفى وانا صغيره عندي 3 سنين. طيب عندنا عادات في البلد، طبعا احنا انا من الارياف وكده، عندنا عادات ان الواحده لو بتتجوزها ما بتاخدش حق بيت ابوها، بيبقى لاخواتها. انا مش عارفه دي العاده دي في القانون والشرع والدين ايه. اجاوبك يا صباح يعني اجاوبك. حاضر. ايه الموضوع الثاني؟ الموضوع الثاني حق الزوجه على زوجها، حتى لو جوزها كان متجوز مثنى وثلاثه واربعه، انا عارفه ان الرسول اتجوز الناس كلها بتتكلم. ده حقه اللي هو يتجوز. هو المفروض يعمل ايه عشان يقضي بين الاثنين؟ لان يعني بقى عندي اللي جوزها متجوز عليها وما بيرضهاش خالص، وبعد بثلاث اربع شهور ما بيروحلهاش، واكتشفت ان هو متجوز. يعني ايه هي نصيبها من الدنيا، او ايه نصيبها من ربنا؟ تصبر ولا تعمل ايه؟ يعني بس ما عايز اعرف يعني حضرتك تفيدني. حاضر. ربنا يبارك لك يا رب. حاضر 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 يا صباح. حاضر. اشكرك على الاتصال الجميل ده، ويعني ولمست نقط كلها حيويه في مجتمعنا للاسف. يا اخوانا زي ما قلنا في الحلقه السابقه، قصه الميراث الله سبحانه وتعالى لم ينظم شيء بحذافيره ان صح التعبير زي الميراث. اتكلمنا في كل التعاملات الاخرى نظمها بصفه عامه، جاء في الميراث اتكلم عن السدس والثمن والربع والنص والثلثين، وضع قواعد لا يجب ان نحيد عنها ابدا. هو الخالق جلت قدرته اللي امر بهذا الامر، الله سبحانه امر بكده. وربنا بيجي في ايات الميراث يقول لك وتلك حدود الله، حد يعني يجب الا يخالف. لكن للاسف بعض من باعوا دينهم او ضمائرهم بيجي على يحرم البنت. انت جبت ايه جديده مثلا عشان تحرم اختك او بنتك او تحرم اي حد من الميراث؟ في حاجه جديده طلعتها، ولا عايز تعمل زي الدوله اللي سوت الذكر بالانثى، تغير في ايه من ايات الله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين؟ كارثه. ده حد من حدود الله. شوف ميراث اختك فين واديهولها، واديهولها كامل. هي هتعفو هتدي هتسيب هتعمل حاجه برضاها، لان سعادتك ما بتديش من عندك، ده حق الله اللي قاله، وستحاسب عنه امام الله سبحانه وتعالى لأكثر من أمر. أولا أنك كلت حقوق، ثانيا أنك غيرت فيما أمر الله، يعني أمر والله قد يصل لمرتبة الكفر. قانوننا خد من القرآن عمل القانون، الأحوال الشخصية سواء في الزواج والطلاق والمواريث عمل الكلام ده كله، يعني لم يترك أي شيء في الدنيا. أخويا زي ما قلت لكم، ما فرطنا في الكتاب في شيء الا والقران عرضها واتكلم فيها. لكن جعل المواريث بالضبط، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فلهن نصف ثلث مما ترك، ايتين تقريبا في سوره النساء ايه 12 و13 او 14، واخر ايه في سوره النساء. شوف ثلاث ايات بتعمل فيهم مجلدات، يقول لك اصل المراه بتاخد قد الرجل ومش عارف ايه. لا بالعكس، ده المراه والله حالتها في القران بتاخد اكتر من راجل، اكتر لا اكتر من تقريبا 24 حاله ترس اكتر من رجل. لكن يا استاذنا اللي يعني بتعدل فيما شرع الله، لما تقف امامه قول له انا عدلت، قول له اصل ما كانش عاجبني وكلت، اصل الارض يجب ما تروحش لحد غريب، اصل اسم العيله يتاثر لو الارض، انت مالك انت واسم العيله واسم الكلام ده كله؟ فده يا اخوانا امر خطير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نستبرئ منه. اللي وقع في هذا الأمر يلحق نفسه، لأن الموت يعني على الأبواب زي ما بيقولوا، في لحظة ما تلاقيش نفسك خلاص تنقلب الآية. فبصرك اليوم الحديد، هتلاقي الكلام اللي أنت سمعته صح. عادات وتقاليد فاشلة جدا تغير من شرع الله، قرآن الله. لذلك ربنا قال لك وتلك حدود الله،
فلا تقربوها. فيعني ارجو ان هو يعطي لاخته ميراثها، وانت سعادتك ما بتديش حاجه من عندك، مش منه ولا فضل يعني، عشان تشكر عليه. ده ربنا اللي قال كده ونظم. هنيجي بقى لقصه العصر، قصه الزوجه الثانيه او الثالثه او الرابعه. طيب قبل ان نتكلم في هذا الامر، معانا ابو خالد من المنوفيه. اتفضل يا ابو خالد. ابو خالد السلام عليكم. طيب في انتظارك ابو خالد. فيا اخوانا، الامر الذي امر به الله وطبقه اي عبد من عباد الله يجب الا يقابل بالسخط. يعني سمعت احدهم يقول لك وربنا عمل لي كده، استغفر الله العظيم يا رب من هذا الكلام. عشان نتكلم بقى على شعور المرأة وعواطفها ومش عارف ايه، وانه ضربها في الصميم والكلام ده كله. هو ربنا قال كده، شرع هذا الامر، ولكل حالة خصوصيتها ولكل حالة ظروفها. طالما في نطاق العدل، طالما ان الرجل يبذل قصارى جهده انه يحاول ما بين الطرفين، انه يحاول وبخاصة لو كان عنده ولاد يحافظ عليهم. وللأسف بيلاقي ما حدش بيساعد، طب والعيلة هتروح فين؟ عشان الهانم تنتصر لنفسها، والتانية أصل زعلانة من التانية، أصل مش عارف إيه. كلام كله كلام فارغ، وربنا سبحانه وتعالى يسألنا فيه. لكن برضو الشملول اللي اتجوز تاني، خليك حريص، نفذ بقى. ربنا أعطاك رخصة، لكن اعدل زي ما قال، وحاول قدر المستطاع. تلك المحاولة هتقدر تقابل ربنا، لكن أن نسخط على أمر الله، ومنهم من يعبد الله على حرف، فإذا أصابه خير اطمأن به، وإذا أصابه شر انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. يعني والله يا إخوانا، يعني خرجنا عن النص، لكن الموضوعين أخطر من بعض، لأن بتمس المجتمع. فالزوج الزوجة، وبخاصة لو كان في حالة زواج تاني، يتقوا كله من ربنا سبحانه وتعالى، عشان المركب تمشي ونقابل ربنا بقلب سليم. المجالس الشعبية المحلية والانتخابات القادمة والاستحقاق الدستوري القادم، يا شباب كل قرية، يا شباب يا اللي بتحب بلدك، حاول أن تقدم على هذا الأمر لو كنت أهل له. ضيع بقى الطابور الخامس والطابور الرابع اللي كان بيتكلم عنه الاستاذ احمد الجندي في البيروقراطيه اللي موجوده. المجالس الشعبيه المحليه وفق القانون حاجه بيسموها يا اخوانا، يعني تطبيق لحاجه اسمها اللامركزيه الاداريه. يعني الدوله عندنا بتحاول تخرج من المركزيه، مش كل حاجه تتكون في العاصمه في القاهره، فبيعطي حاجه اسمها لامركزيه اداريه. يعني خلاص في عواصم المحافظات، في المراكز، في القرى. فالمجلس الشعبي اللي بيكون موجود في القرية، والله أعتقد يشبه مجلس الشعب بعيد عن التشريع، في المراقبة، في أنه يشوف ميزانية القرية بتطبق إزاي، في أنه يشوف الخدمات، أنه يراقب رئيس الوحدة المحلية، أنه ينهض ببلده، ينهض بقريته. فتخيل أن كل قرية على مستوى الجمهورية كان فيها هذا الشباب الطاهر النقي وارتقى بهذا الأمر. قلت لك دينك؟ اتكلم في الكلام ده. الله سبحانه وتعالى وضع اسس ونظم. النبي لما جاي يهاجر ما هاجرش عشوائي، لا ده خطط وعرف هيمشي امتى واختار التوقيت امتى، دخل المدينه وضع قواعد لدوله، وضع انظمه. انتصر النبي للشباب كما تفعل دولتنا الان، يولي سيدنا اسامه بن زيد على اكابر الصحابه في احد الغزوات. اسامه بن زيد كان شاب يمكن 19 سنه على سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، شاب بسيط، لان الامر مش خبره ولا لا، ده شباب راى فيه انه يستطيع ان يقود، لان الخير في شباب بلدنا باذن الله. والامر كله يعني مش قصه دين بقى وقصه اللي عايزين يودونا في داهيه، لا ده امر تاني. اعتقد سيدنا ابو ذر الغفاري
راح للنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني يوليه ولاية، يعني عايز امسك محافظ مثلا كذا او يعني ان صح التعبير. فسيدنا رسول الله يعني اعرض، ما ارضاش، طلب منه كذا مرة النبي ما يعني. فالراجل قلق، فيا رسول الله انت ما يعني ما خدتنيش ليه؟ مش اعتراض على امر النبي ولا حاجة، يعني النبي كان يعني يقول له اشد التقدير والاحترام يعني. فبيسأل بس عشان يطمئن على نفسه. قال له يا ابا ذر والله يعني لا اعيب عليك دين ولا خلق، لكنك لا تصلح لهذا الامر، ما تنفعش تبقى والي على احدى الولايات. ليه؟ لانك مريء في قلبك رقه، يعني طيب، والامر مش محتاج الطيبه، ده محتاج حد خليط من هذا الامر عشان يقدر يسير المركب، عشان يقدر يرقى بالدوله. شوف ده من امتى؟ طبعا الاسلام حارب الرشوه وحارب 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 كتير جدا. ومعانا الاستاذ سامر، اتفضل. استاذ سمير. ايوه يا فندم. اتفضل سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا سمير. ايوه معاك يا فندم. اتفضل. ايوه يا فندم، بالنسبه لحضرتك وطي التلفزيون يا سمير، وطي التلفزيون يا سمير، وطي التلفزيون، اسمعني من السماعه. طيب. اتفضل. اتفضل يا سمير. حاضر يا فندم. بالنسبه لحضرتك في واحد عمي توفى. مين؟ عمك. توفى. تمام. وحضرتك كنت واخد بنته، وجت بنته توفت قبليه. بنته توفت قبله. تمام. ايوه. طيب وبعدين؟ وفاتت بنت. وكان عندها بنت. تمام. ايوه. يلا سمير قول. فكده حضرتك البنت، هل سألت في الشرع بيقولوا هل هي تاخد حق امها ولا لا؟ طيب. قالوا لا ملهاش. ده مين ده الناصح الفتك اللي قال الكلام ده؟ مين ده؟ فالمهم انا رحت شارع حضرتك، فالشرع اعطاني ورقه، فانا برضو ما عانيش مع جاني في الاخر كده بيقول لي الثلث، فانا مش عارف الثلث ده يعني فيها بالظبط. عينيا تاخد امها. عينيا يا سمير، في حاجه ثانيه اقول لك عليها؟ بالنسبه لحضرتك بيقول لك هي ممكن يقول لك هما اخوالها يرثوا في امه. طيب اجاوبك يا سمير، اجاوبك يا حبيبي. حاضر اجاوبك، شكرا يا سمير. يا اخوانا ده امر معروف، الامر معروف النهارده في الراجل توفى اعزكم الله جميعا، له ابن او بنت توفت قبله. من شروط الميراث اللي هو تحقق حياه الوارث قبل وفاه المورث، يعني انا هارث من شخص لازم تكون حياتي تحققت قبل وفاته، ده من شروط الميراث. يعني لو مات قبليه القاعده ما ياخدش. لكن في البنت او الابن اللي هو اولاد المورث، يعني راجل بنته توفت قبله او ابنه، بياخد حاجه اسمها اللي هو الحفيد بقى، بياخد حاجه اسمها الوصيه الواجبه، يرث بحاجه اسمها الوصيه الواجبه. ملخصه ايه بسريع كده؟ بنيجي نفترض حياه البنت او الابن اللي مات، يعني لما نيجي نوزع تركه الراجل بنفترض ان الراجل ده اللي مات ده عايش، ونوزع التركه، ونوزع التركة عادي خالص وكأنه موجود، واخد بالك يا سمير؟ وكأن البنت موجودة، ونوزع عادي خالص. وبعدين ننظر إلى ميراث البنت المتوفية أو الابن المتوفي، نشوف المقدار ده إيه. لا ده موجود في ده شرع، ده شرع يعني شرع، ده الوصايا الواجبة موجودة في كل مكان، يعني على المسلمين اللي بيطبقوا المواريث، مش موضوع قانون. طيب بنيجي على البنت دي خلاص او الابن اللي توفى قبل ابوه، بيحصل ايه؟ بنفترض حياته وبنوزع الميراث عادي خالص وكانه موجود، ونيجي نبص للميراث ده، لو طلع تلت التركه، عشان سمير بيسال على التلت، ياخد التلت. لو طلع هذا النصيب ازيد من التلت بنرجع للتلت، لو طلع اقل من التلت بياخد الاقل. يعني الخلاصة أنه في حدود ثلث التركة، بس هي ترث وكأن أمها كانت موجودة وتاخد نصيبها. بنشوف حالة أمها إيه، لو كان لها أخوات يبقى للذكر بس عايز أنثيين، نشوف نصيبها طلع كام، طلع تلت تاخده، طلع أزيد نرجع للتلت، طلع أقل من التلت تاخد الأقل.
يعني هي كلها سمير بتدور وجودا وعدم في التلت او اقل منه. ده فيما يسمى الوصية الواجبة والناس تتقي ربنا برضه. طب يا اخوانا ادي قانون الادارة المحلية اللي احنا باذن الله على ابوابه، وكنا بالنادي الدولة يلا اخوانا المحليات 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 فساد المحليات امر المحليات قصة المحليات خلاص الاستحقاق قادم اهو، والدولة افسحت المجال بكل نزاهة عشان نختار من يمثلنا في القاعدة اللي هي في القرى. قانون الإدارة المحلية اللي بيحكمنا قانون اسمه 43 لسنة 79. يعني إيه إدارة محلية؟ يعني وضع النظام الإداري للدولة المصرية. نظامنا الإداري إزاي؟ تقسيم الجمهورية يمشي إزاي؟ هتجد في قانون الإدارة المحلية في عجالة نظم القصص دي، عمل ما يسمى التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية. إيه هي الإدارات المحلية؟ قسم الدولة محافظات، والمحافظات مراكز، وفي مدن، وفي أحياء، وفي قرى. دي يا إخوانا القواعد الموجودة اللي بتطبق اللي قلنا عليه حاجة اسمها اللامركزية الإدارية. يعني إدارة محلية موجودة في القرية هي أقرب للناس، أقرب للواقع، اللي بتسمى الوحدة المحلية في القرى، أو بتسمى الأحياء في المدن، أو مراكز في المركز اللي مركز ومدينة كذا، شبين الكوم مركز ومدينة أي مركز موجود بيبقى فيه حاجة اسمها مركز المدينة، وبيرأسه رئيس مدينة قد يطلق عليه رئيس البلد يعني اللي هو بيحكمها إداريا. فده اسمه قانون إدارة محلية. شوف خطورته وأهميته قد إيه، لأنه خلاص اللي بيبدأ مع القاعدة مع يا حبيبي ربنا يكرمك يعني ابدا والله يا اخوانا ده قانون موجود، بس للاسف احنا ما بنقراش، للاسف سايبين بعض الناس ياخدونا اهواءهم. فالاداره المحليه يعني ايه اداره محليه؟ يعني خلاص بتنظم البلد، محافظات قرى مش عارف ايه، كل محافظه تتبعها كذا. تيجي تقول لي الله ده بورسعيد ما تتبعهاش مدن، لا القانون اعطى للدوله ان هي تعمل محافظه واحده بدون مدن وبدون مراكز، وتسمى محافظه زي محافظه بورسعيد كده. الفيوم بلد كبيره ومحافظه كبيره ويتبعها كذا مركز، مع احترامنا للفيوم وحبايبنا في الفيوم. الله يصلح لك يا احمد، ماشي حبيبي. ده يا اخوانا قانون اداره محليه، خلاص بيضع النظام الاداري للدوله، بيقسمها ادارات، بيقسمها محافظات، بيتكلم بقى على طريقه تعيين المحافظ عشان نسلب بقى من بعض الوزراء بعض اختصاصاتهم ياخدها المحافظ، زي اختصاص وزير التربيه والتعليم ياخده المحافظ، بعض اختصاصات وزير الصحه ياخدها المحافظ، عشان مش كل حاجه تروح للوزير، مش كل حاجه يبقى المحافظ في محافظته، وبيلتزم المحافظ بتنفيذ سياسه الدوله سواء في الخطه الخمسيه او في الميزانيه ميزانيه الدوله، بنشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب تاتي بقى المراكز او المجالس الشعبيه، دي بقى اللي هي مع الواقع. طب نبدا من 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 اول السلم ولا من طب نبدا من اول السلم؟ خلاص احنا بنتكلم عن القريه، القريه اللي فيها وحده محليه معروفه دي طبعا بيتبع مثلا كذا قريه او ما يتبعهاش هي لوحدها، خلاص دي لازم يتعمل لها حاجه اسمها مجلس شعبي محلي، مجلس شعبي محلي للقريه. نطلع للمدينه اللي فيها مركز المدينة، مركز ومدينة شربين مثلا، خلاص دي بتعمل لها مركز مجلس شعبي محلي للمركز. نطلع للمحافظة، خلاص عشان يعني أنا ده أهلاوي فبقول لك الكلام ده، يبقى شربين يتبعها قرى، القرية ديت فيها مجلس شعبي فيها وحدة محلية، سواء يتبعها قرى أو ما يتبعهاش بيبقى فيها حاجة اسمها مجلس شعبي للقرية. المجلس الشعبي ده بيكبر حبتين نطلع للمركز، يبقى اسمه مركز شعبي، مجلس شعبي محلي للمركز. نكبر شويتين نطلع للمحافظة، مجلس شعبي محلي للمحافظة. نطلع فوق قوي بيبقى في حاجة اسمها المجلس الأعلى للإدارات المحلية أو المجالس الشعبية. معانا الأستاذ عماد اتصال، اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل زعيم. حضرتك دلوقتي انا بسال على ان الشرع في القران بيقول ان المواريث اللي هي بالوصيه دي
الشرع بيقول ليها ولا مالهاش؟ انا بسأل بعيد عن القانون، انا بتكلم في الشرع القرآن. لا، ما القانون هو القانون هو الشرع يا عماد. يعني القانون تبع الشريعه اللي ربنا قسمها في المواريث. طبعا طبعا بحذافيرها، واخذ 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 بالراي الراجح في مذهب الامام ابي حنيفه النعمان. يعني ده شرع قراني مش بعيد عن القانون. أيوة، هو ده شرع ربنا. اه طبعا طبعا ده تمام يا فندم. ده شرع الله سواء في الوصيه العاديه او الوصيه الواجبه. وخاف على نفسنا والله هنتحاسب حساب الملكين في القصه دي. يعني مش عايزين نصل والعياذ بالله لدرجه الكفر ان احنا نسيب شرع ربنا. طيب يا اخوانا خلاص، يبقى القريه فيها وحده محليه، الوحده المحليه فيها مجلس شعب محلي. نطلع فوق للمركز خلاص، يبقى فيها مجلس المدينه، مجلس المدينه بيبقى فيه مجلس شعب محلي للمركز. هنطلع للمحافظه في حاجه اسمها مجلس شعب محلي للمحافظه. هنطلع في حاجه اسمها المجلس الاعلى للمجالس الشعبيه. ده امر اعتقد بيرأسه رئيس الوزراء وبعض والوزير المختص ومن يختاره، مجلس اعلى. المجلس الشعبي المحلي ده اهو اللي على قد حالنا ده في بلدنا يرقى بيها وله سلطات رقابيه على الوحده المحليه فيما رسموا القانون. فلشبابنا واخص بلدنا قريه راس الخليج، يا اخواننا يا شباب، المحليات على الابواب، بلدنا بتتخلف، بنرجع ورا، المحليات جاية. خلوها عمل تطوعي واستفيد على قدر انت بتنمي نفسك سياسيا عشان تصلح بعد كده بإذن الله تكون عضو مجلس نواب او مجلس شيوخ من القاعدة دي. يعني لان العالمية بتبدأ من المحلية. لو دخلت المعترك بتاع المحليات هتبقى من افضل اعضاء مجلس النواب. فخلاص بنيجي بقى على القرية، خلاص هنعمل حاجة اسمها مجلس شعبي محلي. مجلس شعبي محلي سواء للقرية أو المركز أو المدينة ده بيتم بالانتخاب المباشر، انتخاب مباشر اللي هو السري، يعني زي انتخابات مجلس النواب اللي هو مجلس شعبي، يعني صناديق ومرشحين ورموز ورمز وكان بالحرف الواحد. فبتيجي يعني خلاص احنا تناولنا خلاص التنظيم الاداري للدولة، خلاص عرفناه يعني ايه من قرية المدينة المركز والاحياء. الاحياء مثلا زي حي عبدين او حي الازبكية او حي كامنا كله، خلاص بقى فيه حاجة اسمها رئيس الحي، في حاجة اسمها مجلس شعبي محلي للحي اللي هو يشبه المجلس الشعبي للمركز في المحافظات. تمام كده؟ طيب خلاص، احد الشباب شاف في نفسه عايز يترشح لمجلس الشعب، للمجلس الشعب المحلي. الشروط العامة الموجودة في الذي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشعب بتتوافر نفس الشروط اللي بتتوافر في المرشح للمجلس الشعبي للقرية. يكون مصري، حسن السير والسلوك، ما يكونش صدر عليه جنح أو أمر مخل، قال لك يجيد القراءة والكتابة، يعني مش جاهل، أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها. دي شروط، شروط عشان يتقدم. وخلاص بتتم العملية الانتخابية. الناس اللي بتهمل هذا الأمر لا، روح وانتخب، وانتخب الشباب، سيبكوا بقى من الأجيال اللي عاف عليها الزمن عشان نرقى بالمحليات اللي هي ممكن تكون أفضل ما يدير. بس للأسف مع عصور سابقة طمست دورها واختفى الدور اللي هي أنشئت من أجله، اللي هي أنشئت والله لخدمة الناس عشان الناس تتفاعل مع القاعدة، مع أفران العيش، مع الوحدات الصحية، مع الترع أعزكم الله والجسور، كل حاجة في بلادنا اللي احنا عارفينها. ده بتبقى في إيد مجلس الشعب المحلي اللي هو بيراقب أداء الوحدة المحلية. زي نواب مجلس الشعب فوق خالص أما بيقابلوا أو بيراقبوا الحكومة، ده نفس الكلام، نفس الكلام في المجلس الشعبي المحلي اللي هو على قده ده، هو بيراقب كله في إطار القانون. في القرى تقريبا بترشح تقريبا 14 عضو تقريبا، لا 24. ومعانا الأستاذ إبراهيم اتصال، اتفضل يا أستاذ إبراهيم.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا حبيبي. مشكور حضرتك على المجهود العظيم اللي بتعمله حضرتك يعني. الله يكبر خاطرك، اتفضل يا استاذ ابراهيم اتفضل. لو سمحت كنت عايز بس اوضح حاجه، يعني احنا المفروض الشباب مش واخدين اي دور، يعني حتى القيادات اللي موجوده ناس موجوده من زمان وبنشوفها على طول في المحليات وفي فاحنا يعني حضرتك احنا عايزين بس فرصه للشباب ان هم يخشوا، لان هم اكبر وذوي قوه وذوي يعني بس تعليم. نعم، بنشوف دايما الناس اللي هي موجوده على طول الكبيره في ما هو احنا سبب يا ابراهيم حضرتك، احنا بننزل وبنشارك في الانتخابات، احنا ما بنعرفش يعني مش يعني برضه هي الموضوع محتاج ان الناس تعرف. ما هو دور حضراتكم، انا عارف ان ما هو احنا بنجاهر وفي عجاله بنعرف يعني ايه اداره محليه اهو، وبنسميها ان هي يعني انت الحاكم في قريتك او الحاكم في مركزك او الحاكم في محافظتك. القياده السياسيه وكلام لا نرائي ولا نبايع احد، القياده السياسيه بتنادي بالشباب ومؤتمرات شباب وبتحاول تزج بالشباب، لكن ان انت بقى تاخد جنب هتسيب بقى الامور للناس اللي هم من ايام فرعون، تلاقي الاشكال هي والنظام هو وما تغيروش. احنا يعني يمكن جت الثوره بمفاهيم جديده، والمفروض المفاهيم ديت من ضمنها الاعتماد على الشباب في القياده وفي السيطره على ما انا قلت لك اهو بقى، وكلمتك يعني ايه الشرع وايه دخله. شرعك طلب الشباب. اشكرك يا ابراهيم، ده كلام مهم جدا. ومعانا مدام وفاء، اتفضلي يا فندم. اهلا، السلام عليكم. اهلا 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 يا وفاء هانم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك والله. يا مدام وفاء صديقه البرنامج، ويعني والله ويعني شكرا، اللي بتعطينا حاجات جميله جدا بتمس الواقع. اتفضلي يا مدام وفاء، اتفضلي يا فندم. شكرا. اتفضلي. انا بقول لحضرتك اذا كان القران الكريم كرم المراه ورعايه ووصايه وتسليم وكله يعني. نعم، والكلام واضح في الايات واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى اثناء فراش انتقاله لربه الكريم صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة يعني. نعم، وما فيش حد عنده تقدير واحترام للمراه زي ديننا الكريم يعني. نعم، وايات كتير طبعا عارفينها كلنا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، وعاشروهن بالمعروف. صدق الله. نعم، يعني حاجات كتير قوي بتكرم المراه. الله اكبر عليك يا فندم. يأمر بالعدل والاحسان. نعم، وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني المرأة مكرمة طبعا، لها حق ملكية وتصرف طبعا، وذمة مالية مستقلة وكل شيء. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان. نعم، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. طبعا القوامة لها شروط من أموالهم. نعم، فإذا كانت المرأة أحيانا هي اللي تنفق والرجل ليس على دين أو خلق. نعم، فإزاي نترجم هذه القوامة؟ وإيه حكاية بيت الطاعة والسيد والإهانة والضرب والإزاء؟ هل هذا هو حق الزوج أو لا؟ لا لا لا، مفيش كلام، مفيش الكلام ده من وفاء. لا طبعا، هو يهين زوجته أو أخته أو أي امرأة له سلطان عليها. حاضر حاضر. فيعني هذه الإهانة يعني هل هناك فجوة بين القانون والشريعة في الحتة دي؟ حاضر، أكلم حضرتك وبشكرك جدا جدا على الموضوع الحيوي ده اللي بيمس فعلا يا مدام وفاء الواقع المرير اللي احنا فيه. للأسف للأسف النهارده إن البي قاعد عامل فيها راجل ويقول لك أنا القيم. هذه القوامة الموجودة في القرآن أو أعطاها الله لها شروطها ولها حدود عشان يبقى البي قيم، عشان يقدر يعني يباشر تلك القوامة. لها حدود، لها حدود ولها أمور. من قال أن المرأة نصف المجتمع؟ ده كلام مش مظبوط.
المرأة هي كل المجتمع، المرأة هي أمي، هي أختي، كفى جنس المرأة شرف أنها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، فلها حقوق ولها واجبات، وهي اللي بتبني المجتمع، وهي أساس الأسرة، وهي اللي بتربي، وهي اللي بتحط قواعد، زي ما أمهاتنا ربونا وطلعوا رجال بحق، والله كانوا لا يقرأن ولا يكتبن، لكن طلعوا رجال، طلعوا رجال شرفاء، طلعوا أحمد زويل، طلعوا مجدي يعقوب، طلعوا عظماء في مصر، مش هنقدر نعددهم، من ست، من سيدة. فالست لها وضع، قوامة الرجل وبيت الطاعة والكلام ده، دي أمور بينظمها القانون، لكن بيبقى مردود عليها، مردود عليها النهاردة، لأن قوامة سعادته لابد الإنفاق، هو المسؤول، هو المسؤول. قد نعم حاضر، قد تتعجب، بس أطلب بس دين لأمر جالي دلوقتي على الميل هنقوله. قد تتعجب إن المرأة، أن الرجل ملزم أن يعطي لامرأته أجر الرضاعة اللي بترضع بيه ولاده. في حد موظف من الناس الشرفاء برضو في قصة الوحدات المحلية والكلام ده كله كلمني على الواتس، بس الراجل بيقول أنا خايف. خايف من إيه؟ خايف إن اسمه يظهر، إن هو اكتشف على حد تعبيره كلام يخص مرفق مياه شربين، مرفق مياه شربين. الراجل بعت لي مستندات وبعت لي أوراق، قد ترقى إلى إهدار مال عام، قد ترقى إلى أن تكون جرائم إذا ما فحصت. فيا ابني ما تخافش، أعتقد الأستاذ خالد نصر رئيس الشركة في المنصورة راجل محترم وبابه مفتوح، بيتكلم على مخالفات عددات ركبت مش عارف تجاري، وهي مش عارف ايه، بلد اسمها دينجوي وبلد اسمها مش عارف، قصص زي كده. الراجل بيقول انا خايف، خايف يزج، بالعكس ده انت راجل شريف، لا تقدم، لا هات الورق وتعالى وانا اساعدك في هذا الامر. عندنا جهاز محترم في مصر اسمه الرقابة الادارية، جهاز موضوعي ما بيسيبش اقل شيء في فساد إلا بيقوله. فلو في فساد كفاية بقى، خلاص زهقنا يعني، كفاية انتهينا بقى، العصر يجب أن يخلص، يعني عايزين ننضف. فالنهاردة يعني أناشد الأستاذ المحافظ، أناشد رئيس شركة قبضة، أناشد رئيس شركة المياه والصرف الصحي في المنصورة نظر إلى هذا المرفق. يعني كلامه لك بيضار يعني موظف بيتحكم في الدنيا كلها ومشي الأمور حسب الهوى. فالكلام ده هاته، وهنصل بيه لخالد بيه نصر، وهنطلع بيه للرقابة الإدارية، لأن الأمور خلاص السيد الرئيس وضع حد للكلام ده، ما عادش فساد. ده كنا عاملين بنحتفل لليوم العالمي للفساد، والإخوة دول ولا كأن في حاجة، وكأن شيء لم يكن، قاعد مسلطن وعارف. وأخطر الناس، أخطر الناس العالمين بقانون. فأناشد نظرة لمرفق مياه شربين ولا نترك هذا الموضوع. الوقت يا أخواننا مر سريعا، إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنكمل موضوع الإدارات المحلية، عشان يعني نحس شبابنا أنه يتقدموا، أنه هم لكل شريف يخدم بلده. بلدنا مصر والله يا أخواننا تستحق، بلدنا بلد جميلة، بلد عظيمة، بلد حضارة، بلد رقي، أم الدنيا اللي قادت العالم وستقوده إلى أن تقوم الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم يا رب بما سمعتم، أسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا العزة والكرامة والرقي. يا رب من أراد بمصرا فوفق، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. سعدت بلقاء حضرتكم، أرجو أن تكونوا سعدتم بلقائي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.